نعمل سلطة ماروكان أو سلطة مغربية بحتة. هنحتاج فيها بصل مفروم ناعم جدا، هحتاج فيها طماطم تكون متقطعة مربعات صغيرة خالص، كمان هنحتاج فيها فلفل يكون مشوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى طعمه حلو جدا ورائع. سلطة تتبيلة نفس السلطة الخضراء بس هي تتبيلة بسيطة خالص. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله كأني بفرمها او بكسرها، مش هقعد كنشلضوها يعني، بطريقة سهلة بسيطة بزاف. هيا بهذا الشكل هذا بس كده. هاخد مطيشة ديالي، نزود واحدة كمان، ونحط الفلفل نفس الفكرة كمان اللي احنا عملناها في الطماطم هنعملها فيه بس كده، لا اقل ولا اكتر. بس اشيل البزر الاخضر ده اهو، نكسرها كويس جدا بالشكل ده وخلاص. على كده بتبقى معانا جاهزة. الصوص بتاعها بنحتاج فيه ايه؟ زيت زيتون، خل، وكمان كمون، وملح، وفلفل. في ناس بتحط فيها شوية شطة، في ناس ما بتحبش. انا من ضمن الناس بصراحة اللي ما بحبش احط الشطة. الفلفل بشويه عادي جدا، خليني اعمله كده، هشيل البزر بس على جنب، بنشيل منها البذرة خالص، بنبقى منضفينه ونقطعه شرايط بالطول مربعات براحتكم خالص زي ما تحبوا. عايزة اشيل الحتة دي بس كده، ونخلط الفلفل بتاعنا بس كده، لا اقل ولا اكتر. كل اللي احنا بنعمله بنقطع الحاجة، انتوا بتتحكموا، خليني احطهم هنا، انتوا بتتحكموا في الحجم بتاعها او في الشكل بتاعها. باخد الكمون بالطريقة دي، زيت العود او زيت الزيتون، خليني اشيلهم من هنا. بصوا طرق سهلة قوي، طرق بسيطة جدا 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 وخلاص، ده اللي احنا بنعمله. هاخد خل وشوية ملح، انا مش هحط لها فلفل اسود، لو انتوا حابين تحطوا لها فلفل اسود حطوه، بس هي الشلادة الماروكان بتتحط بالشكل ده. ما تكتروش ملح كتير لان احنا اوريدي حاطين فيها كتير، يعني اوريدي احنا حاطين فيها ملح شوية حلوين او زيادة. وهبتدي اقلب. طيب بنحط شلادة ديالي او السلطة المغربية الخضراء المتعارف بها عندنا في المغرب بهذا الشكل هذا.